منظر تبارك الرحمن. ما شاء الله هذا نهر السند يبلغ طوله 3000 كيلو، موجود في 3 دول: الصين والهند وباكستان. النرويج ولا سويسرا ولا النمسا ولا سلوفينيا، هذه كشمير في الهند. شوفوا جمالها، شوفوا المنظر، شوفوا القمم الثلجية. يقول لي الهند مو حلوة وكشمير مو حلوة، شوفوا الجمال وشوفوا الطبيعة الخلابة. يعني لا تلوموني إذا رحت الهند. أفضل وقت لزيارة كشمير شهر مايو، شهر 5 ميلاد، هذا أفضل وقت وأفضل الأجواء في كشمير. ما شاء الله تبارك الرحمن، أنهار وثلوج وجبال وطبيعة خلابة. تحيط بأوروبا جبال الألب، وهني جبال الهملايا، هذه جبال الهملايا. شوف المناظر الخلابة. تعجز الكلمات عن وصف هذا المنظر. تبارك الرحمن، منظر بديع جميل رائع. هذا المنظر البديع يقع في وادي سونمارك في كشمير الهندية. منظر جميل. وادي سونمارك يعني مرج الذهب. وادي جميل يحيط به الجبال والأنهار والقمم الثلجية. هذه الخيول تقدرون تاخذون رحلة على الخيل، وهذه القمم الثلجية. تبارك الرحمن. فين فندق على طول ناخذ لنا غداء، هذه الكفتة وهذه البتر تشيكن وهذه الكباب وهذا العيش الأبيض وهذا الخبز. فندق وهذه الغرفة سعر الليلة تقريبا 25 دينار أو أقل بعد. وهذه إطلالة الغرفة. الفندق عبارة عن فلل، وكل فيلا فيها غرف، فيها 6 أو 8 غرف، والأسعار ممتازة. أخذنا غرفة بسيطة وحلوة سعرها أقل من 25 دينار. راح ناخذ جولة على الخيول، 3 أشخاص مع القايد 5000 روبية. على رحلة الخيل وهذا القايد وهذه المناظر الخلابة. يا جماعة والله شيء عجيب غريب، منظر خيالي. ايش رايك بالرحلة؟ هلا بالحبيب، رحلة فرسان يا ولد. يا سلام، شلون اللبس هذا؟ شنو اللبس هذا؟ لا لا لا، على هالخيل من قدنا. اي والله من قدنا. شوف القمم الثلجية. بس دير بالكم ترى الأسعار هني، أول مرة قال لنا 12000، أخذناهم 5000. خيلي هذا يخوف، والشباب اللي عندهم راكدين، لكن أنا اللي عندي متمرد شوي. الله يعيننا وربي يسهلها إن شاء الله. طبعا الخيول هني مدربة، يعني تمشي مع القايد، يعرفونها. لا تحاتون من ناحية ركوب الخيل عادي. المكان اسمه كوشين، مكان رائع جدا.
فمن العاصمة الكشميرية سرينغر إلى سون مارك 3 ساعات أو 2.5 ساعات بالسيارة، طريق جبلي. والأمان بكشمير، كشمير أمان، والشرطة بكل مكان، وشعبها بسيط وطيب ومحترم، لا تحطوا من هالناحية. هذا المكان ودك تجيب عزبتك وتقعد التقهوة وتشوف هذه المناظر الحلوة اللي تشرح الصدر. يا سلام، يبلها قهوة هذا المعزة والحلال الكشميري. وشوفوا الحبيبي دافع عنهم، يا مهود انت دافع عن نفسك زين. بالنسبة للأجواء في سون مارك أجمل بكثير من سرينغر، أجواء رائعة. طبيعة كشمير وسويسرا والنمسا تقريبا نفس الشيء، لكن سويسرا والنمسا أفضل من ناحية السيارة. مهتمين بالسيارة مثل سافر سويسرا والنمسا، التغيير شيء مطلوب منا، وهذه الطبيعة يعني شيء جميل ولازم نغير ونشوف جمالها. يعني الخليج من كثر ما يزور سويسرا والنمسا الإرشادات والأماكن السياحية بعضها مكتوب بالعربي، غيروا ليمتى سويسرا والنمسا زلم سنترلاك. اللي يدور الفخامة في كشمير ما رح يحصل، دولة فقيرة وبسيطة، وهذه الأغراض اللي يبيعونها، يعني دولة بسيطة. سويسرا والنمسا فيها زحلقة صيفية، لكن كشمير فيها زحلقية بسيطة، وعلى هالمنظر على الثلج تتزحلقون. السياحية اللي يمكن تسوونها الزحلقة هذه وركوب الخيل وتشوفون هالمناظر الحلوة وهالبراد وهالطبيعة الخلابة. هذا مكان الخيول، تنزلون هني وتشوفون هذا السوق البسيط وهذه الأنهار الحلوة وهذا المكان الرائع. هذا مبارك مضبط لنا قهوة، يعطيك العافية. الله يعافيك، صراحة قهوة طيبة على هالجو الحلو طيب الجميل.